بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير للجميع. اليوم 3/29/2022 معكم فواز حسين من قرية حرفيش. أنا موجود بالضبط في اللي بقى من بحيرة الحولي اللي تم تجفيفها في سنوات 50 من القرن الماضي، وبعد 40 سنة تقريبا أكثر أقل رجعوا أعادوا حساباتهم ولقوا من الملايم يرجعوا شوية مي للبحيرة. أما منطقة الحولي معروفة إن هي المنطقة اللي الطيور المهاجرة من الشمال للجنوب، واللي بترجع من الجنوب للشمال تعمل إلها محطة في مرج أو سهل الحولي. وشايفين قبالي في سرب من الطيور المهاجرة اللي عامل محطة مثل ما قلت هون بالضبط في هاي البقعة من أرض الحولي. قلنا بالفترة هاي الطيور بتهاجر من أوروبا في الشمال، طريق منطقة الشرق الأوسط الشق السوري الأفريقي، وبتروح على أفريقيا في الجنوب وبترجع على عايش في الربيع بالعكس. الصورة تغني عن الكلمة. يمكن أنا بدي أعطل عليه أنا شوي. بسم الله الله يبارك، بسم الله لله في خلقه شؤون. بدو ينقلوا يغيروا محل لأنه حسوا إنه ما فيش أمان وين هن موجودين. اليوم الطقس غائم نص شتوي يعني. شكرا لكم، ان شاء الله نلتقي يوم ثاني محل ثاني. بعد مرة انا في سهل الحولي بالفترة اللي فيها طيور المهاجرة تعمل محطة ايام ربما اسبوع اكثر اقل في طريقة من الشمال الى الجنوب وبالعكس من الجنوب الى الشمال. بالفترة هاي الطيور مهاجرة من الشمال البارد لافريقيا عن طريق قلنا الشق السوري الأفريقي. شكرا لكم.